أشخاص اختفوا وعادوا إلى الظهور مرة أخرى لأسباب غريبة. هذه القصص التي سوف نعرضها عليكم اليوم تعتبر من القصص المخيفة جدا لمجموعة من الأشخاص التي حدثت بالفعل في الواقع، حيث أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا إلى الاختفاء والظهور مرة أخرى بعد مرور فترة كبيرة لأسباب غريبة ومخيفة. ونحن اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف معا على هؤلاء الأشخاص، لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. القصة الأولى، ستيفن كوباسكي. هذا الرجل كان طالبا في جامعة تعرف باسم هوب، وهي جامعة صغيرة مسيحية خاصة توجد بالقرب من بحيرة ميشيغان. وفي فبراير عام 1978 خرج ستيفن للتنزه لعدة ساعات بالتزحلق على الجليد، ولكن بعد مرور يوم بالكامل لم يعد إلى المنزل، وهذا ما جعل عائلته تعلن عن اختفائه. وبعدها تم التحري في الموضوع والتواصل مع الأشخاص الذين كانوا يتزحلقون معه على الجليد في هذا اليوم. حاول رجال الشرطة اتباع آثار أقدام ستيفن على الجليد، ولكن اختفت بالقرب من هذه البحيرة. وبعد مرور أيام تم العثور على الحقيبة الخاصة به بالقرب من المكان الذي كان يتزحلق فيه مع أصدقائه، ولكن لم يستطع أي شخص اكتشاف حقيقة اختفائه، كما لو كان أن الأرض ابتلعته. وبعد مرور 15 شهراً، أي في مايو عام 1979، عاد مرة أخرى إلى المنزل الخاص بوالده. والغريب أنه كان مندهشاً أن مدة اختفائه قد وصلت إلى 15 شهراً بالكامل، كما أنه كان غير قادر على تذكر المكان الذي كان يوجد فيه طوال هذه المدة. قال إنه استيقظ مرة واحدة وجد نفسه في بيتسفيلد في ولاية ماساتشوستس، علما بأن هذه المنطقة توجد على بعد 1126 كيلومترا عن الموقع الذي اختفى فيه. كما أنه كان يمتلك حقيبة تحتوي على العديد من الخرائط، ولم يكن يعرف من أين جاءت هذه الخرائط، وحتى الآن لا يعرف ما الذي حدث معه ولا هو قادر على التذكر، بالإضافة إلى أنه كان يرفض التحدث مع الطبيب النفسي، وذلك بسبب أنه كان يقول إنه غير قادر على التذكر، وهذا يعني أنه لا يحتاج إلى طبيب نفسي. وحتى الآن لم يستطع أي شخص الوصول إلى تفسير لهذه الحادثة. القصة الثانية، تانيا كاتش. كانت تعيش هذه الفتاة في إليزابيث في بنسلفانيا، حيث كانت تعيش مع والدها وزوجته. في عام 1996 كانت تبلغ من العمر 14 سنة، وكان الحارس في هذه المدرسة يدعى توماس، وكان صديقا لهذه الفتاة. وفي النهاية أقنع هذه الفتاة بضرورة مغادرة المنزل الذي تعيش فيه حتى تعيش معه. وفي العاشر من فبراير عام 1996، وبعد مرور أسبوع على عدم العودة إلى المنزل مرة أخرى، أعلن والدها أنها اختفت. ويقال إنه من المعروف أنها كانت تحاول من قبل مغادرة المنزل، وهذا ما جعل رجال الشرطة يتوقفون عن البحث عنها. وبعد مرور 10 سنوات في عام 2006، كانت هنالك امرأة تبلغ من العمر 24 سنة وتعرف باسم نيكي آلين، قد دخلت إلى هذا المحل وقالت إلى المدير إنها تعرف باسم تانيا، وقالت إنها تعيش مع هذا الرجل الذي يعرف باسم توماس. وبعدها قام رجال الشرطة بإلقاء القبض على توماس. وبعدها عادت الفتاة مرة أخرى من جديد إلى المنزل، وقامت بتأليف كتاب تحكي فيه قصتها، ولكن هذا الشاب قام باختطاف هذه الفتاة، وكان يحبسها في المنزل ويوفر لها الطعام ولا يتركها تغادر أو حتى تذهب إلى الحمام. وكانت تظن أن هذا عبارة عن اهتمام زائد،
ولكن في عام 2000 قام بإعطائها هوية جديدة وجعلها تتعرف على والديه. كانت تعيش حياة صعبة للغاية في هذا المنزل حتى استطاعت الهرب في عام 2006، وقامت بكتابة كل تفاصيل هذه العشر سنين في الكتاب الخاص بها. وفي عام 2007 تم إلقاء توماس في السجن، وذلك بسبب ارتكابه العديد من التهم. القصة الثالثة، ويليام بيتس. هذا الرجل كان يحب مدينة نيويورك بدرجة كبيرة جدا في عام 1900، ولهذا قرر في عام 1902 كتابة رسالة إلى زوجته يقول إنه سوف يذهب إلى نيويورك من أجل إجراء العديد من العمليات الجراحية التي سوف تساعد على كسب المال وإنقاذ حياة كثير من الناس. ولكن الغريب هو أن ويليام كان يعتبر واحدا من الأشخاص الأثرياء، والحصول على هذه المبالغ البسيطة أمر غير هام، وهذا يعني أنه كان هنالك شيء غير طبيعي. وبعد مرور الفترة المتوقعة لم يعد ويليام إلى المنزل مرة أخرى، وهذا ما جعل زوجته تقوم بالبحث عنه. كان ويليام تابعا إلى حزب الماسونية، ولهذا كانت ترغب زوجته في الحصول على المساعدة من هؤلاء الأشخاص، ولهذا قاموا بنشر العديد من الصور. وفي هذا الوقت عرفت زوجته أنه كان يعمل في إحدى المستشفيات في لندن. وبالرغم من أن هذا الرجل كان يمتلك أموالاً طائلة، إلا أنه كان يعيش حياةً فقيرة. وعندما عادت زوجته له لم يكن قادراً على تذكرها، ولهذا كانت تحاول البقاء معه من أجل أن تجعله يستعيد الذاكرة. ولكن بعد مرور يومين غادر ويليام هذا الفندق الذي كانت تحاول زوجته فيه مساعدته على إعادة الذاكرة، ولكنه اختفى مرة أخرى. وبالرغم من أنها حاولت البحث عنه من جديد، إلا أنه توفي في عام 1907. وفي عام 1910 تعرفت زوجته على صديق قديم له، وكان من الواضح أن ويليام يعاني من مشاكل عديدة كانت تجعله غير قادر على تذكر الماضي الذي كان يمر به، حتى أنه تزوج 3 مرات وكان على وشك تزوج المرة الرابعة من المساعدة الخاصة به. القصة الرابعة، ناتاشا رايان. هذه الفتاة كانت تعيش مع والديها وهي تبلغ من العمر 14 سنة في عام 1998. وفي 13 من أغسطس في نفس هذا العام ذهبت هذه الفتاة إلى المدرسة، وعندما عادت أمها إلى إرجاعها إلى المنزل لم تكن في المدرسة في هذا الوقت. وحينها صرحت الأم أن ابنتها تعرضت للاختفاء، وقبل الاختفاء بشهر كان خطيبها البالغ من العمر 21 سنة الذي يعرف باسم سكوت يشجعها على عملية الهرب من المنزل. ولكن بعد يومين تم إعادة هذه الفتاة إلى المنزل، وتم تغريم خطيبها سكوت 1000 دولار. وفي المرة الثانية تم توجيه الاتهام إلى هذا الشاب لو كان يعرف أي شيء حول عملية الاختفاء، ولكنه كان لا يعلم أي شيء في هذه المرة. وبعد مرور 8 أشهر تعرضت فتاة أخرى تعرف باسم كايرا إلى الاختفاء، وهي في طريقها في العودة من المدرسة إلى المنزل. وسارت الشكوك حول هذا الرجل حتى تم إلقاء القبض عليه، ولكن لم يتم العثور على ناتاشا بعد كل هذا الوقت، ولهذا قام أفراد عائلتها بعمل قبر لها، وذلك لأن الآمال أصبحت مخيبة بعودة الفتاة مرة أخرى من جديد. ولكن لحسن الحظ أنه في عام 2003 كان رجال الشرطة يفتشون في هذا المنزل، وفي هذا الوقت تم اكتشاف ناتاشا مرة أخرى من جديد، حيث أنها كانت تجلس داخل خزانة الملابس. وكان من الواضح أن هذا المنزل يعود إلى خطيبها، وكانت بالكاد تخرج منه، كما أنها كانت تغلق كل الأضواء التي كانت توجد في المنزل، وكانت تجلس أغلب الوقت داخل هذه الخزانة حتى لا يستطيع أي شخص اكتشافها. وعاشت على هذا الحال لمدة 4 سنين. وفي عام 2005 تمت معاقبة خطيبها على التستر على هذه الجريمة وتضليل قوات الشرطة، ولهذا تم إلقاؤه في السجن. وبعد مرور عام
تمت معاقبة ناتاشا هي الأخرى، وذلك بسبب هذه الأعمال الإجرامية الممنوعة عن طريق دفع مبلغ يصل حوالي $1,000. القصة الخامسة، جون داروين. في 21 من مارس عام 2002 كان هذا الرجل يتمشى على الشاطئ، وكانت هذه آخر مرة تتم رؤيته فيها، ولكنه لم يعد إلى المنزل مرة أخرى من جديد، وهذا ما جعل زوجته تتواصل مع رجال الشرطة من أجل البحث عنه. وفي اليوم الثاني تم اكتشاف هذا المجداف الخاص به الذي كان يستخدمه في الإبحار، ولهذا تم إيقاف البحث عنه بعد أن وجد رجال الشرطة القارب الخاص به وهو متحطم. وبالفعل في أبريل عام 2003 تم التصريح بوفاة هذا الرجل، وفي هذا الوقت استطاعت الزوجة الحصول على مبالغ كبيرة جراء العمل الذي كان يعمله هذا الرجل في مختلف المجالات، حيث يقال إنها استطاعت جمع أكثر من 200,000 جنيه. ولكن الغريب أنه في عام 2007 دخل رجل إلى قسم الشرطة وقال: أنا جون داروين. وبالرغم من أنه كان قادراً على تذكر تاريخ الميلاد ومحل الإقامة وبعض التفاصيل الأخرى البسيطة، إلا أنه لم يكن قادراً على تذكر التفاصيل الكاملة لكل هذه السنين. وفي هذا الوقت كانت زوجته تشعر بسعادة كبيرة جداً بأن زوجها كان لا يزال على قيد الحياة بالرغم من كل هذه السنين، ولكن الشرطة كانت تحاول معرفة ما الذي قد حدث إلى هذا الرجل ولماذا هو غير قادر على تذكر شيء. كان من الواضح أنه يعيش طوال هذه السنين في بنما، وتم التعرف على حقيقة هذه الكذبة بعد أن تم نشر هذه الصورة له ولزوجته في عام 2006، ويقال إنه قد زيف حقيقة هذا الأمر هو وزوجته، وذلك لكي يتخلص من الديون المدان بها، كما أنه سوف يكون قادراً على الحصول على المبالغ من شركات التأمين والمعاشات، وبهذا يستطيع أن يعيش بصورة طبيعية هو وزوجته. وتم إخفاء هذه الحقيقة عن كل أفراد العائلة وحتى عن أبناء هذا الرجل، حيث أنه كان يختبئ في مكان معين داخل هذا المنزل حتى لا يستطيع أي شخص اكتشاف حقيقة هذا الأمر وهذه الكذبة، ويتم إلقاء القبض عليهم. ولكن جراء هذه الصورة التي تم التقاطها في عام 2006 استطاع رجال الشرطة معرفة ما كان يخطط له هذا الرجل وزوجته، وحتى يستطيع السفر إلى بنما قام بتزوير البيانات عن طريق شخص ولد في نفس اليوم الذي ولد فيه، وقام بتغيير الاسم وباقي البيانات حتى يستطيع تكوين جواز سفر جديد يتمكن من خلاله من السفر إلى هذه البلد. وبعدها قامت زوجته بالسفر إلى نفس البلد في 14 من يوليو عام 2006 بعد أن قالت لأبنائها إنها تحاول البحث عن فرصة العمل، ويقال إن هذه الصورة تم التقاطها بسبب أنه كان يرغب في شراء هذا المنزل، ولهذا تم توثيق عملية الشراء بهذه الصورة التي أدت في النهاية إلى كشف عملية الاختفاء. ومن خلال مراقبة الهواتف استطاع رجال الشرطة التأكد من حقيقة هذه الصورة ومن حقيقة تزييف اختفاء هذا الرجل، ولهذا تم إلقاء القبض عليهما، وتم الحكم على الزوجة لمدة 6.5 سنين في السجن. أما الزوج تم إلقاء القبض عليه هو الآخر والحكم عليه لمدة 6 سنوات و3 أشهر بسبب تزييف البيانات وجواز سفر. ولكن في عام 2011 تم إطلاق سراحه بعد قضاء نصف المدة، وتعتبر عملية الاختفاء هذه واحدة من أغرب العمليات حول العالم. ما هي أكثر عملية اختفاء أصابتك بالدهشة اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.